أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض أننا تعلمنا أنه إذا قال لنا الله يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، يجب أن يكون الرد نعم نعم يا ربي. أو نعم نعم سبحانك. أو لبيك لبيك يا ربي. كما علمنا السيد الوالد قدس سره، وهذا في جميع النداءات. إذا اعلموا أيها المؤمنون أن المظنون أن دينكم سيتعرض إلى هجمات من الكافرين ومن الاستعمار الغاشم ومن النواصب لعنهم الله بلعائنه، فكونوا على رهبة الاستعداد من جميع النواحي رجاء. إذا حصل أي تعدي لا سامح الله فلا تخافوا في الله لومة لائم، فاضربوهم حيث سقفتموهم ولا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.